تجمع التبرعات، تفرز وتوضب، ومن ثم توزع على العوائل الفقيرة. برعاية منارة الحمدانية المجتمعية في حلب، أطلقت مجموعة شبابية حملة تعكس حجم التكاتف والإنسانية. فضلاً عن غرس قيم التعاون الاجتماعي بين المواطنين، تسعى الحملة إلى مساعدة الأسر المحتاجة من خلال توفير بعض الماديات الضرورية وإدخال الفرحة والبهجة إلى صدور الأطفال الأيتام، ولا سيما من خلال تخفيف وطأة برد الشتاء عنهم. فكرنا بأنه نحن كنا بدخوليات فصل الشتاء والبرد والعيال هي أغلبها نازحة، فهي ما أنا قادرة أنه هي تشتري قطع جديدة شتوية بهذا الوقت من السنة. فبدي المشروع بأنه نحن نجمع ثياب مستعملة من الأشخاص، ونحن أصلاً سلفاً كنا عم نشتغل مع فئة من السيدات بجلسات توعية، فصار هنا عندهم شوي ثقافة أنه هنا يقدروا يعملوا شيء حتى للمجتمع اللي هنا بينتموا له. طريقة جمع الألبسة مثل ما بلشنا بالبداية، مثل ما حكينا بالبداية يعني، هي كانت عن طريق بروشورات وزعناها بالمنطقة، انتهت بروشورات انتشرت على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك وعطت صدى كتير كبير. اللا تمييز بين المحتاجين هو ما يميز هذه المبادرة، فالحملة التي اختير لها شعار بيتي بيتك تحرص على تقديم الاحتياجات لكل الأسر بطريقة منظمة ومدروسة. أكثر من 3000 قطعة وزعت على 218 عائلة فقيرة في حلب. جيت أخذت هدول الأغراض مجانا، مش هدف في أولاد بالشتاء، أنا بشتغل عامل نظافة، يعني وضع كتير تعبان، والله يجزيهم ألف خير على المبادرة أنه كتير ممتازة. الحملة التي لاقت استحسان الجميع وتفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي نجحت ولو قليلا في رسم الفرحة على وجه ابنة 6 سنوات بعدما غابت عنها بفقد والديها جراء الحرب. أجوا علينا المنارة الأمانة السورية للتنمية، أجونا زيارة وسجلوا ريماس في البادر بتروح تعمل نشاط، وعطونا خسالة وصوب على الكهرباء وساعدونا بيتي بيتك اللي عطوها لبس لريماس. وتعد حلب التي خرجت من الحرب منذ عامين من أكثر المدن التي تسجل نسب النزوح، حيث بلغ عدد النازحين إليها نحو 400,000 شخص بحسب تقارير للأمم المتحدة.